يعتبر حضور هيئة المحامين بالدار البيضاء لهذه الندوة أولا تلبية للدعوة التي توصلنا بها، وفي إطار سياسة هيئة الدار البيضاء منذ سنوات في أتمتة ورقمنة مهنة المحاماة ومساهمتها في رقمنة ورش العدالة. كان سؤال كما عينتم الذي تم طرحه باعتباري ممثلا لهيئة الدار البيضاء، أولا حول استقلالية القاضي عن الخوارزميات، لأن الخوارزميات باعتبارها لا جوستيس بريديكتيف تطرح إشكالا حول مدى دور السلطة التقديرية ومدى دور قناعة القاضي في تكييفه للوقائع وكذلك للقانون. وكان السؤال الآخر مطروح هو مساس رقمنة العدالة أو رقمنة الجلسات على المبادئ القارة للتقاضي مثل العلنية، لأن على حسب التجربة المكسيكية هناك بعض الغرف للدردشة وهناك جلسات قد تعقد دون حضور العموم، وبالتالي هناك مس بمبدأ علنية الجلسات، وكذلك إشكال ضمقرطة الولوج إلى العدالة الرقمية خصوصا في لا تكافؤ المجال الرقمي، لأن لا يمكن أن نتحدث عن مجال العدالة المجال العادي أو فضاء العدالة المادي دون أن نتحدث عن فضاء العدالة الرقمي. هذا الفضاء يقتضي إعادة النظر في فكرة المجال الرقمي وكيفية الممكن الولوج إليه بتكلفة غير يعني مكلفة، وكذلك بضمان حق الدفاع وبضمان كذلك للدفاع حق الولوج إلى العدالة الرقمية. تبقى هناك مسألة أخرى وهي مسألة لماذا نريد أن ننطلق إلى تحول رقمي دون أن نفكر في انتقال رقمي سلس، لأن هناك في الحقيقة في الواقع القضائي المغربي هناك معاناة لمجموعة من المهنيين ومنهم المحاميات والمحامين في كيفية التعامل مع الرقمنة، علما على أن الذكاء الاصطناعي صار يساعد في العمل، ولكن كما طرح إشكال مثلا بعض التطبيقات الذكاء الاصطناعي قد تشكل خطأ مهنيا للمحامي إذا اعتمد دون أن يتأكد من المحتوى الرقمي، فبالتالي تبقى دائما تدخل القاضي وتدخل المحامي وتدخل كل فاعل في المجال القانوني في تقييم تلك المعلومة القانونية. مسألة البت في وقت وجيز عن طريق اعتماد العدالة الرقمية أو القضاء الرقمي لا يمكن أن نعتبره في حد ذاته شيئا إيجابيا، لأن نحن لا نريد عدالة جاهزة بل نريد عدالة فعلية فعالة ضامنة لحقوق المواطنين. النقطة الأخيرة هي كيفية مساعدة مكاتب المحاماة في التأقلم مع الوضع الجديد، لأن هناك سوف تكون تكلفة جديدة، هذه التكلفة الرقمية كيف يمكن التعامل معها. وسؤال محوري أخير وهو ماذا تأثير الذكاء الاصطناعي وتأثير هذه التطبيقات الرقمية على مستقبل مهنة المحاماة؟